الخبر الاول اللي عدى عن تهجم باريش دادا على نورمار. فباريش دادا نزع على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات يقول بها انه باخر فتره وايد تجي رسائل تكون تحريض من نورمار يكتبوا له بها انت خاين. وصار يقول انه هو صار له سنه كامله ما يحكي بهذا الموضوع، ولكن يقول عن نورمار انه انت مفتري، ويقول انه ولا واحد بينا خاين، وهنا يقصد ايمومار. ودي دافع عنه احطكم الستوريات شوفوا يا جماعه. اول شيء سلام عليكم. كمان صاير شغله من 3 ايام تمام، كل ما افيق بنزعج على الرسالات، بنزعج على التعليق والتاغات تمام. يا جماعه انا من سنه ولا مره ما فتحت هيك مواضيع، ولهلا تزعجوني بهيك شغلات تمام، وبتفتروا علي. انا مالي عامل شيء تمام، دائما انت خاين. ايه من سنه يا نور، انا مالي طالع هيك مواضيع ابدا مشان العشره بيناتنا، مو مشان شيء تمام. بس انت دائما تبين للناس انا خاين، بس انا مالي خاين، تفتر علي تمام، مو بس علي علينا تمام. وحاج باريش دادا تعرض لهواي من التهجم لدرجة انه تهكر كل حساباته بالانستغرام وحتى التيك توك، ولكن رجعها بعد اربع، ولكنه كله قدر انه يرجعها. فشو رايكم يا حبايبي بتهجم باريش دادا؟ وهل فعلا نورمار هو اللي يتعرض له ودي تقول له انه انت خاين تحرض المتابعين عليه؟ اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع، وهل انتم ويا باريش دادا او ويا نورمار؟ الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هو اسامة مروة. فاسامة نزع على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوري من الواضح انه راح ينزل مقطع ويا انس واصالة، وبالخصوص هي بنتهم ميلا يمكن يكون لها اب اليوم كامل. وطبعا المقطع راح ينزل الساعة 7. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا هو خليل يوتيوب، فخليل نزل هذا المقطع على قناته، واللي كان فكرته مقلب انه يحط ابوه بدار العجزة. الصراحة فكرة المقلب كلش غريبة، وصراحة فكرة كلش قوية. راح احط لكم رابط المقطع بالوصف، روحوا شوفوه واكتبوا لنا شو رايكم بيه. الخبر الثالث اللي عدنا عرض احمد حسن وزينب على عصابة بدر. المتابعين يا حبايبي اكتشفوا انه احمد حسن وزينب لغوا اسم عصابة بدر من التعليقات اللي عدهم. اما الرسالة السبب فهو مجرد رد على عصابة بدر بعد ما لغوا اسم احمد حسن وزينب من التعليقات اللي عدهم. اما بس بالدليل لو ندخل على اخمطة نزلوا احمد حسن وزينب ونزل بيع التعليقات، وروح نكتب اسم عصابة بدر، بعدها نروح على كلمة احدث اول عمود في التعليق وتعليق الاشخاص الخورايا، بعد ما نفضهم زين نروح نغير الحساب او نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا. بعد ما غيرنا الحساب ونزل بيع التعليقات وروح على كلمة الاحدث اول، راح نشوف انه التعليق ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شنو رايكم بهذا الخبر، وخصوصا براد احمد حسن وزينب على عصابة بدر واخفاهم اسمهم بالكومنتات. الخبر الرابع اللي عدنا عن فضيحة بيسان اسماعيل وكفرها برب العالمين. فتجر هذا المقطع بكل مواقع التواصل الاجتماعي، ومقطع قديم لبيسان اسماعيل كانت بلايف وصارت تكفر، ونفس الوقت كانت تبوس بنية غريبة بطريقة غريبة يعني حركات، فالأغلب مستغرب من الموضوع، صار يقول انه عيب. حاليا المقطع قاعد ينتشر بكل مكان، رابطكم جزء من هذا البث شوفوا. واو حلو بجنن ما ادري الصراحه. اكتبوا لي يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، هل تشوفون انه بيسان كفر، شو رايكم بالحركات قله الادب كانت تسويها. الخبر الخامس اللي عدنا عن سلسله مملكه الفضائح، راح احط لكم اول خبر الها. الاغنية حوايفي عبارة عن فضيحة 18 مايو الجمال. بالنسبة لمفتهم الاغنية، فطارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب وشرح بها كل معاني الاغنية. بنفس الوقت حط فضيحة لبيسان اسماعيل وفضيحة جديدة المايو الجمال وهي تبوس شخص جديد. روح شوفوا مقطع رابط بالوصف وشوفوا تفسير الاغنية، بعدين تعالوا اكتبوا لي بالكومنتات هل فهمتوا الاغنية وش رايكم بالفضيحة اللي صارت. بس وصلنا لهذه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لسه حطوا لايك تركوا بالقناه شنو كوفيزي مقاطع مملكة القصص. وبس يا حبايب حطوا لايكات وبس، مع السلامة.